حفتر ينتصر على الجيش الجزائري والإمارات تعطي درس للنظام لا وزن له بلا مواقف. أروح تسمع الجديد. 600 عربة من جنود حفتر وصلت إلى الحدود مع الهوك. يا الكبرانات ماذا أنتم فاعلون الآن؟ ها؟ الله إلا إلا أصيب لكم الركاب يا حفتر أصيب ما عنده ما يدرس هو داخل عاد دخل لكم بشي تكان عسكري عاد ما بينش القوة دياله كاملة. ومع ذلك إعلام الكبراناسي حادي غير قجا والمروك وادروا على هادشي مالكم كتستروا عليه؟ واش حفتر دخل لكم تال وهران ما قادرش تهضروا إخوان الله يكاس بزاف ونكملوا الفيديو. السلام عليكم. كل حليب عمي خونديا واش تشكره نصيب بره خلينا نريحم فيه كلامه فينا الدنيا هنا فين؟ مالك عمي؟ السلام عليكم. مسكين الشيبان هذا عندهم تما سميتو عمي عمار ولا منار. ديما محمقينو ما مخلينوش يبيع على راسو. ديما مهبلينو مسكين. شوف. كي الحليب عمي؟ خونديا. قال له الحليب هو يجعر. شكرا. في برا خلينا نريحم فيه. كلامه. فينا الدنيا هنا فين؟ مالك عمي؟ فين منكم كون بسم الله صح ما قصابي شو ده حط صورته الفوق الحليب كاين ولا ما كاينش حليب الحليب الحليب كاين راح نكتب لك النكهه يجبد له الحليب كيتعصب واش الحليب القهوه بقى يبيعو لا تبغوا ديروا ان باري ناسيونال البطاطا عمرها ولا تزيد تطلع فوق 60 دينار صح. شوف سكي سيبورتابل ماكسيموم سيبورتابل شحال راي سكي دايره الاخوان كيهضر مع البطاطا خضار هذا ماشي رئيس الوغ ستوكي سكو فو فولي خرجوا كد ما شاك فوا كل لو مارشي اون ا بيزوان مي يل فو كو لا بوم دو تير سوا كونسومي بار لالجيريان ان نيفو دو 60 دينار دريس حنا يعني نتمنوا يعني بان شاطرك في الري تاع التعاونيات حنا رانا لوبجيكتيف تاعنا التعاون انا ما ندخلش في الديتاي هذه مهنتكم ان شاء الله مي باش نعاود نرجع البطاطا تاع 12000 و13000 هذه سي ان اكسبتابل هذا هو زعما راه دار خدمتو زعما راه حول على بلاد كي دايره حتى كتجيني الهوك هذه كتجيني بحال راه 1850 ولا فاش شحال هذه فاش كان الحرب العالميه الاولى وداك الجو ديال الحركه كتجيني وحق الله يا بغيتي تعيش داك الاجواء سير لهوك وحق الله ترجع للماضي هذه المعيشه هنا في المغرب جا هذه المعيشه انا كرهت حياه هذه المعيشه هذه في المغرب ماشي كاع معيشه هذه ملي تنوض انت تاكل في العود ملي تنوض انت تاكل في العود هذه المعيشه عشتوها لي المغاربه قلت لي حنا عندنا الماكله زوينه وعندنا كذا وعندنا الحياه شابه والمعيشه رخيصه وملي تنوض تاكل في العود تاعو حياتي كامله نفوت انا غير حوت انا الحمد لله صايي خاوتنا مغاربه انا نخرج هذه من المغرب عاود نولي لبلادي للجزائر توحشت اللوبيات توحشت العداس توحشت سندويش كراطيطها فهمني تربي المصيطه فهمني توحشت انا بيتزا بالميتره عندنا واحد البيتزا تتباع بالميترا عندهم بيتزا كتتباع بالميترا يا اخوان في السوق كاين لهم واحد خونا سميتو السنكوشي وكاين لا مراقبه لا لا منين كيجي تصايب داك الصوص باش كدال غير كيخربق في واحد في واحد القميله وكيدير وكيقطع لهم بالميط وكيعطيهم بنادم كياكل بالهكتار فهمني يا خويا انا كرهت انا هذه معيشه هذه معيشه يومين تاكل العود هكا شي ولا هذا وجاي هذه روجيه والروجيه كي راك معرفوش كرهت انا هذه المعيشه هذه كاع ماشي معيشه تاكل العود اخويا ما تسمان ما والو ما تربي مصاصيط ما والو تتربى غير من الداخل يخرجوا لك غير واحد الصوالح هكا لي ميسك هكا ما فهمتش سبحان الله ما تفهم والو خويا انا بغيت انا ناكل لوبيا العدس تربي الزماح فهمني توحش الميزيريه توحش الميزيريه اللي كاينه في لوك تربي المصاصه الطوكاع الحوت ما يربي والو الحوت قال لك يقوي العظم وما يشارب ما خصنيش العظم انا خصني كي نخرج برا يقول لك شو داك الحمار كي داير فهمني يقول لك شو داك الحمار الله يبارك
انا ما خصنيش انا كيجاوبني واحد برا يقول لك شو مسكين ماشي ياكل وانت تاكل غير في الحوت حشيتو غير للمغاربه هذه كاع ماشي معيشه. ارجع اخويا ارجع دابا هو كيحشي لهم الهضره فهمت ورا اصلا تقدا شي حاجه تقدا تيستردين كدا ماشي شي حاجه اصاحبي تقدا شي حوت اللي كاين وديك الساعه هضر عليه صافي هذا الشيء جاك واعر صافي خويا شغلوا الحاجه اللي دارت لهم ماكله شغلوا برحمه الشبنيه ماكله هي دايره صافي ولادي هام جاوني ولادي ولاد ولادي ما فهمتش انا كل ما نحط لهم الماكله ونضل لي نجري كيجو يقولوا لي رانا شبعانين كلينا في الدار درت لهم القرن ومبلفت ماكلاوه درت لهم الدجاج بالبصل الخضر ماكلاوه شوف دابا عطول اخرين ما نحكي لكم السر المهنه خلاص ما نديش شنو هادشي ورا عندهم الحق مساكن هادي ماكله لكم انا اللي غوشات كاع ها ما حبوش ياكلوا كيما حطيتها راه قلت له هادي كوكي ولوسي وما ياكلوا حاجة هادي ماكلة تاع مالينو مالينو والله إلا نيشا حاجة قلت لها حاجة راه تلك باش دابا علاش كضحكوا عليها راه الطياب ديال الهوك هكاك داير أصاحبي راه الطياب ديال الهوك هكاك داير زعما كيطلعوا عليها زعما هما ما عرفت شنو كياكلوا راه حتى نتوما هاداك كبير راه كتاكلوا هكا أصاحبي راه شنو هادي هادي هي الماكلة ديالكم هاد الشيء ما عطاكم الله إيمانويل ماكرون صديقنا نكتفي بهذا صديقنا هذا واقع يعني صديقنا صديق الجزائر ننتظر الدور الثاني إيمانويل ماكرون صديقنا نكتفي بهذا صديقنا هذا واقع يعني صديقنا صديق الجزائر ننتظر الدور الثاني إيمانويل ماكرون صديق كيضحك والله لا كيضحك هي المقاطعة الفرنسية ساعدوا في إطفاء النار إلى آخره كلها بفعل فاعل لأن كانت تقرر شهرين قبل ولا في دولة من الدول معروفة بالعداء انت حالينا أن الجزائر في الصيف هذا ستحترق واحترقت حقيقة كيحشينا الهضرة شعلا تابع يا أخوسي دع قلت لكم ماكم شبه منين هي يا وراني نودع راني نودع هاد العقدة قهوة راي تدير 200 إلا دا هاد العقدة القهوة غادي تدير مليون فهمتوا قهوه غادي دير مليون ومي تدخل القهوه تتقهوى كاس قهوه ب 100 العصابه اللي كانت الاولى الحمد لله كانت تاكل وتوكل ولكن هذه العصابه راهي غير تاكل وكلاتنا وزادونا في الاسعار اللهم انصر انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين في جاب الاسلام والمسلمين القهوه قال لك كويله صاحبي كي الكبير كي الصغير ضحكني انا فاش قال لها العقده وكان يدي العقده الثانيه غيزيد يخليها عليكم دنيشه تبو الدرون تفرفر باربيكيو انا حاجاوبو فرنسا ها هو ها البيان ها هو قصر الاليزي الا كان شي شيكور في الدوله الجزائريه الا كانت بالصح بالصح شيكورة الدولة الجزائرية جاوبوا فرنسا جاوبوها ما تجاوبونيش انا شكرا اختي مريم شكرا المغرب مغرب مغرب اش مغرب شي حاجة مهمة باش لي مزيان جاوبوا فرنسا خوتي ما تطلعوش تشكروا عليا انا كنقول فيف لا فرانس ولكن انت واش غتقدر ترد الذاكرة ديالك من عند فرنسا انا تنقول فيف لا فرانس لسبب بسيط فيف فرنسا ها هي معايا واقفة معايا ها هي من قصر الإليزي هي فيف لا فرنسا عايشتي ولا ما شتيهاش فيف لا فرنسا انا بارك عليا هاد الجمله هادي هاد الجمله بارك عليا انا عندي الحق نقول فيف لا فرنسا انت واش غتقدر اليوم ترد الذاكره من فرنسا شنو غتقدر الدوله الجزائريه دير اليوم باش ترد الذاكره الجزائريه من فرنسا هذا سؤال واش غتقدر الدوله الجزائريه تقطع الغاز على فرنسا هذا الاسبوع هذا سؤال ثاني وماذا ستفعل الدولة الجزائرية مع هذا البيان؟ صافي عادي ما تشكروش عليا اخوتي ما تشكروش عليا انا شكرا مريم الله يحفظك تشكروا على فرنسا ماشي عليا انا على فرنسا فرنسا شكرا لا ماشي قدره شو بنيتك ماشي قدره وما يهضره ولا يفنفنو سحبوا السافر
على 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 كي يقول لهم على مواقف اللي انتو كتاخذوا. نسحب السفير نعاود نرجع السفير, ومشكله السفير كيعاودوا يرجعوا حتى واحد ما كيحذرهم, حتى واحد ما كيتسوق لهم, كيعاودوا يرجعوا راسهم مدلولين. شكرا على فرنسا. فرنسا السلام عليكم. وعليكم السلام اخي, كيراك داير غاي لاباس؟ الله يحفظك اخويا, مرحبا بك خويا. والله الحمد لله. باتي شكرا. بغيت نسقسيك اخي معليش. لا ما تسقسينيش في فرنسا. عبر عليك يبغي يدير له ديك الدخله ديال واش نسقسيك باش يحشي له الهضره ولا يسبه ولا عقلهم مشكل. الحلقه نقرا ربك كاع تهضر على الجير. اهبط واش غندير لك؟ والرب استغفر الله حنا كنحتارموا هادو, ما المجتمع داير هكا. الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم. دابا شوف الله سبحانه وتعالى هذا يسب الذات الالهيه, بقاو غيقد يجيب الذاكره. الله لا جاب شي حاجه والله, استغفر الله العلي العظيم. كيس سب الله صاحبي. شو قال له نسقسيك الله يرحم دخلوا في الوب الدراف في الاخر سبوا. شو دير ام حسن شو غادي دير؟ خير الاخبار. وحفتر يسيطر على الجهه الشرقيه للجزائر, هذه ما يتداوله المرتزقه تاع المخزن, راهم يطلعوا في فيديوهات باللي هذه المساحه هذه تاع الجزائر سيطر عليها حفتر, وهذه اشاعه وكذب وبوتان. راهم متسلطين علينا الذباب تاع المخزن في هذه الاونه الاخيره, وراهم راه يتخلص فيهم الامارات. كاين مصريين كاين خليجيين, يعطوهم الدراهم ويقولهم يعني حاولوا تشوهوا الجزائر وحاولوا تصنعوا او تخلقوا بلبله في المجتمع الجزائري. مش تشدوا لي مثلا ساعه ساعه يجيبوا لك خارطه جديده, هذه تاع منا هذه تاع المغرب. كما تاع المغرب راهم خطره يديروها هنا خطره يضربوها لتحت, كل يوم يزيدوا قنت مع دقاورهم رايحين. هذا كذب وبتن. صحيح هذا القنت علينا عليه خلافات مع ليبيا, ولكنه يعني كهذه في وقت القذافي في وفد من الدبلوماسيه الجزائريه روع في التسعينات عند القذافي يعني توافقنا معاهم في كلش الا هذا القنت. قال لك ديروها نيشان قذافي, يعني هذا القنت الى يومنا هذا ما ناش دايرين ترسيم الحدود مع ليبيا على جاد القنت هذا. سيفنتو هذه في وقت القذافي. اما هذيك تاع حفتر سيطر على ذاك القنت ما كاش منها كاع. اصلا حفتر راه هنا في الجهه الشرقيه, والجهه الغربيه راهي في حكومه تدبيبه سيخوتي. اما هذوك الفيديوهات هذوك تاع المرتزقه تاع المخزن راه يطلعوا هذوك الفيديوهات لخلق البلبله في الجزائر. دي نوض تقعد النظره الاعلام له هو اللي كيتستر فهمتي كيخبي حيت ما اش غايقولوا. والله الا حفصر الا دخل عليكم ثروارا بالله نوض تقعد اش قدو نتوما الحفصر. شوف هذا الفيديو الاخوان هذه من تيارت. شوف شو الماء شو تيارت الاخوان تبارك الله الماء اللي فيها يعني ما عندهمش ازمه مياه, ولكن النظام الجزائري العسكري هو اللي كيقطع الماء على الناس على الناس ديال تيارت. وشوف الاخوان شو كاين الماء ولكن هما كيتعمدوا يقطعوا لهم الماء. هذه في تيارت شوية تفرقات شي عين ولا ما شنو شي قادوس ديال الماء عندك يكون الزيكو عاوتاني. ولكن كيبان ما نقي زعما ديال الشرب صالح للشرب. نوضو هضرو على حقوقكم عليك كاوين كيقطعو عليكم الماء بزز ونتوما عندكم الماء. اصاحبي مراه يدير لكم السياج في الحدود ما بين الجزائر والمغرب داك السياج. دابا عاوتاني كيقطعوا لكم ما بالعاني كيجيبوا لكم ستير ناس باش يديروا لكم داك اصاحبي على نظام ديري اللوم حول ولا قوه. ينتصر الجيش الجزائري والامارات تعطي حفتر ينتصر على الجيش الجزائري والامارات تعطي درس للنظام لا وزن له بلا مواقف. أروح تسمع الجديد. الصور التي ترونها كانت منذ ساعات من أقصى الحدود الليبية الجزائرية, نرى فيها اللواء 128 المعزز
هذا اللواء هو المتكفل اليوم بتأمين الحدود من الجانب الليبي بعد تحرك الجانب الجيش الليبي باتجاه الحدود بسبب الحماقة تاع النظام الجزائري في المنطقة، وأنه اليوم كل دول المنطقة صارت طرف النظام الجزائري خطر بحكم دعمه للإرهاب، دعمه للميليشيات. جيش الليبي بقيادة خليفة حفتر اقتنع. الله يبرد لهم الماء في الركابي، بالله داخلين عليهم بالقوة والعزيمة والكوين وش نقريحة ديرين هكا. اسقط الدور الدور سترجعوا للمغرب عافاك عاوننا. عاقل في قلنا في اللي زاليكم. شو تبارك الله، شو هذه 600 عربة لجنود دير حفتر وصلت إلى حدود مع الهكاويين. نحن مع حفتر ظالمة أو مظلومة مؤخرا. سالينا نحن مع حفتر ليسترجع الأرض ديالو من لوك. الله ليلى عصرهم بالله. أما زال غادي داك النظام العسكري يحيدو، داك النظام الوكاد يحيدو. حفتر راه شوف حفتر داخل بمبدأ ودخل بواحد العزيمه وبواحد المبدا مسالي قبو. كنت نقولها قداش هاد سبون في كيبكي اخو الكوست. اخر الفيديو تلقى في فيديو جاي ان شاء الله. بيس الله.